السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليكن دي المستقيم المار من النقطة ذات الأفصول ناقص 2 والأرتوب 1، ومعامله الموجه يساوي ناقص 4. السؤال الأول، أنشئ المستقيم دي. السؤال الثاني، حدد معادلة للمستقيم دي. إذن لإنشاء هذا المستقيم لدينا المعطيات التالية: النقطة A ناقص 2 1 تنتمي إلى الدي، ومعامله الموجه يساوي ناقص 4. إذن لإنشاء هذا المستقيم لدينا النقطة ناقص 2 1 تنتمي إلى المستقيم دي. النقطة A ناقص 2 1 تنتمي إلى دي. سنأخذ نقطة B أفصولها 0 أرتوبها B. إذن هذه النقطة سنأخذها تنتمي أيضا إلى المستقيم D. جاء في المعطيات أن المعامل الموجه يساوي ناقص 4. إذن المعامل الموجه يساوي ناقص 4 يعني أن إيكغيك لي بي ناقص إيكغيك لي أ على إكس بي ناقص إكس أ يساوي ناقص 4. نعوض إيكغيك بي وإيكغيك أ بقيمتها وإكس بي وإكس أ بقيمها. إيكغيك بي مجهول ناقص إيكغيك أ، ناقص إيكغيك أ يعني ناقص 1. على إكس بي، إكس بي هو 0 ناقص إكس أ ناقص مع ناقص تصبح زائد 2، هذا يساوي ناقص 4. ونحل هذه المعادلة سوف نجد أن إيكغيك بي ناقص 1 يساوي ناقص 4 في المقام الذي هو 2، والمقام نلاحظ أنه يخالف 0، ليس هناك مشكل. إذا ناقص 4 في 2 ناقص 8. ونحل هذه المعادلة فنجد أن إيكغيك بي يساوي، أخذ ناقص 1 إلى الطرف الآخر تتغير إشارة، ناقص 8 زائد 1 يساوي ناقص 7. إذن النقطة التي أبحث عنها هي بي 0 ناقص 7، وهي نقطة تنتمي إلى المستقيم الدي. إذا لدينا نقطتين الآن تنتميان إلى الدي، وهما النقطتان A والنقطة B. إذا نلاحظ أن المستقيم دي يساوي المستقيم AB. الآن نمر إلى السؤال الثاني، حدد معادلة للمستقيم دي. حدد معادلة للمستقيم دي. للمستقيم دي. الآن التمرين الثاني أو السؤال الثاني عفوا، تحديد معادلة للمستقيم دي، معادلة دي. جاء في المعطيات أن المعامل الموجه للدي هو ناقص 4. ناقص 4 هو المعامل الموجه للمستقيم دي. هذا يعني أن معادلته سوف تكون على شكل إيكغيك يساوي ناقص 4 إكس زائد بي. في المعطيات النقطة ذات الأفصول ناقص 2
والأرتوب واحد تنتمي إلى هذا المستقيم الذي هو الدي. إذن أ تنتمي إلى الدي، أو نأخذ بي، كلاهما ينتميان إلى الدي، أخذنا هنا أ. إذن أ تنتمي إلى الدي، يعني أو فإن نعوض هنا في المعادلة إيكغيك، فإن إيكغيك لأ يساوي ناقص أربعة لإكس أ زائد بي. إذن زوج أ يحقق المعادلة أيضا، لأن أ نقطة من المستقيم دي. إذن إذا أخذت ناقص أربعة إكس أ إلى الطرف الآخر يصبح لدي إيكغيك أ زائد أربعة إكس أ يساوي بي، يعني هكذا بي يساوي إيكغيك لأ زائد أربعة لإكس أ. الآن أعوض إيكغيك أ بقيمته وإكس أ بقيمته، بي يساوي واحد زائد أربعة في إكس أ، إكس أ تساوي ناقص اثنان. إذن بي تساوي واحد زائد أربعة في ناقص اثنان تساوي ناقص ثمانية، واحد ناقص ثمانية يعني أن بي تساوي ناقص سبعة. إذن من هنا فمعادلة المستقيم دي هي إيكغيك يساوي، نعوض هنا، ناقص أربعة إكس زائد بي التي هي ناقص سبعة، زائد بي يعني ناقص سبعة. إذن ما بداخل الإطار هو معادلة للمستقيم دي. الآن إنشاء المستقيم دي سيكون كالتالي. إذا الذين هنا محور الأفاصيل X، محور الأراتيب Y، وهما عبارة عن مستقيمان. لدينا النقطة أ التي هي ناقص اثنان واحد، إذن ناقص اثنان تلاحظون ناقص واحد ناقص اثنان، ناقص اثنان صورتها واحد، إذن هنا أ. تلاحظون أن المستقيم دي، هذا هو المستقيم دي، تلاحظون أنه يقطع محور الأراتيب في النقطة ناقص سبعة. إذن النقطة صفر ناقص سبعة تنتمي إلى الدي كما تلاحظون هنا. إذا رسمت هنا معلما متعامدا ممنظما حتى تكون الرؤية واضحة، حتى يكون العمل بسيط جدا. إذن هذا هو المستقيم دي بهذا اللون الأزرق، يمر من النقطة أ ناقص اثنان واحد، ويمر أيضا من النقطة بي التي وجدناها صفر ناقص سبعة. وتعامد ممنظم يعني أن محور الأراتيب ومحور الأفاصيل متعامدان. ممنظم يعني أن أخذت هنا هذه التدريجات متساوية، أو إي تساوي أو جي، القطعة أو إي تساوي القطعة أو جي تساوي واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.